الفوز النهارده لمن استحق كابتن اسامه دودو جباس، نزوله وتغيير باتشيكو. يمكن كنا بنتكلم بره على المباراه وقلنا ان هو كان غير موفق في اداره المباراه بشكل كبير، ولكن دودو في اخر دقيقه تقريبا في المباراه هو اللي بيحرز الهدف. هل النهارده الفوز فعلا لمن استحق؟ بعدد الهجمات اللي حصلت 25 26 هجمه لنادي بيراميدز، طبعا نادي بيراميدز طبعا كان عنده اصرار، ومنهم 6-7 فرص تصديات فعليه لمحمد فوزي، فده رقم كبير جدا في الاداء اللي عمله نادي بيراميدز النهارده. كان عندنا علامات استفهام على مستر باتشيكو في التغييره بتاعه مصطفى فتحي بنزول احمد توفيق، دي كانت علامه استفهام كبيره جدا، ان احنا قلنا هو عايز يحافظ على نتيجه المباراه انه يخرج المباراه بعد ما ابتدى يشوف ويكتشف لعيبه حرس الحدود مرمى احمد الشناوي ويوصلوا لاكثر من فرصه واكثر من هجمه بطريقه مباشره وغير مباشره في ادارتهم للمباراه عن طريق الهجمات المرتده والضربات الركنيه التغييره. فاحنا وصل لنا احساس ان مستر باتشيكو بالتغييره دي عايز يحافظ على النقطه من المباراه، انما طبعا دود الجباس في تغييرته قدر يكافئ مستر باتشيكو، عشان كده اتشال على الاعناق بعد نهايه المباراه، قدر يديله 3 نقاط مهمه جدا ليحافظ له على وصافه الدوري، ودي من الماتشات اللي هتبقى في المعدل اللي جاي بالنسبه لنادي بيراميدز هيبقى نتاج كبير جدا ان يحافظ على، لان لو اي نتيجه النهارده تعادل او خساره مع نادي حرس الحدود كان نادي فيوتشر هيتقدم عليه بعد الفوز اللي النهارده اداه على نادي سيراميكا 1-0، كان هيتقدم عليه في الترتيب وياخد منه وصفه الدوري، انما تغيير الدودو الجباس كان ليها الاثر الكبير جدا على الحفاظ على وصفه الدوري.